اسعد الله مساكم بالخير متابعينا، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد ووصفة طبيعية جديدة سريعة التركيب سريعة المفعول، مشروب سحري يستعيد ليك شبابك مرة اخرى. ولكن قبل ان نفوت بالفيديو ادعوكم بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. وصفتنا مشروب سحري تستعيد به شبابك وترى نتيجة مدهشة ومبهرة بالليل. وصفة سريعة المفعول ومضمونة من أول استخدام. مكونات وصفتنا: 10 جرام من حبوب حب عبد العزيز، 4 جرام بذور البصل، 7 حبات من التمر، 1 كوب ماء أو كاسة مي، 1 ملعقة عسل نحل طبيعي كبيرة. هاي الوصفة مشروب سحري سريع التركيب وسهل التركيب، مضمون النتيجة من أول استخدام، تستعد بي شبابك وترى نتيجة كتير مدهشة معك بالليل. فقط تناوله بالليل وإذا داومت عليه لأكثر من 3 أيام ترى نتيجة ما تخيلتها أبدا. طريقة التركيب: نقوم بخلط حبوب حب العزيز مع 4 جرام من بذور البصل واطحنهم جيدا في المطحنة حتى يعطيك في النهاية بودر ناعم. ثم قم بتقطيع حبات التمر 7 إلى قطع صغيرة جدا وضعها في الخلاط، وتضيف عليها البودر المكون من حبوب حب العزيز مع بذور البصل. ثم ضيف عليهم 1 كاسة من المي أو 1 كوب ماء. أخلطهم جيدا في الخلاط الكهربي حتى يعطيك في النهاية مشروب سهل التناول. ثم ضع العصير أو المشروب في كاسة وضيف إليه 1 ملعقة عسل نحل طبيعي للتحلية وقلبه جيدا وتناوله في الليل قبل النوم، وسوف تستعيد شبابك بالليل وترى نتيجة كتير مدهشة ما كنت تتخيلها. هاي الوصفة إذا تناولت المشروب السحري لمدة 3 أيام أو أكثر وداومت عليه ترى نتيجة على الصحة العامة للجسم، وبالليل تستعيد شبابك وترى نتيجة ما تخيلتها. وقبل أن تغادر الفيديو أترك لنا بصمتك، لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل فيديو جديد من قناتنا، مع تمنياتي لكم بالصحة والسعادة والتوفيق.